فلدينا أخت أيضا يعني ترسل لنا فيديوهات رائعة لمركبات كونية نناقشها مع الأخت. هذا الفيديو الأول ما أعرف ما ظهر شيء، ممكن ماذا، بس خلي أشغله. هذا ما ظهر شيء، جاي شاهدين؟ هو كان فيديو طويل وأنا قسمته إيه؟ لأنه ما حب إنه يروح، فقسمته هسه لأجزاء. تشاهدين، شاهدين فقط حتى أتأكد. تمام، شاهدين الشير؟ يا بشاهده، يا بيظهر طيب اي في ضوء، بتشوف إنه في غيوم وفي ضوء، فينا، فين تشوفون في شباب؟ ضوء، في ضوء، في ضوء دائري. بس انا اسال الطلاب. نعم انا اشاهد، اعتقد في ضوء، شيء صح مدور. صح هذا الشيء المدور اي في فيديو ثاني بيظهر أكثر بشكل أوضح. طيب هذا اعطيني بس في مجال. الجزء الأخير من الفيديو. اي سي اي سي، اعطيني مجال اعمل الفيديو نمبر 2. اعتقد الفيديو الثاني اللي هو اوضح يمكن يكون الفيديو الثاني هو اللي بيطلع منه الأشياء وبيكون أوضح، اميزنج. بتكون اي 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 بتكون هذا أوضح. هسه انا اعرضه، بس هذا جميل جدا، هذا اصلا هذا مدهش، هذا فعلا كل واحد هسه راح يشوفه، هذا يعني فوق الصادم حقيقة. هذا اللي تقصديه؟ لا، هذا أول فيديو اللي فيه النجم، كانت شكلها نجمة، ايه لكن لما كبرتها كانت بتلمع بالألوان، يعني لسه حتشوفها كلها ألوان. لا تحكي لنا على هذا هسه، هسه هاي صارت اثنين. لا، هذه اللي فوق كانت طيارة، هذه طائرة، وهذه هذه اللي فوق طائرة، هذه نجمة بتلمع، هذه شفتي فيها ألوان؟ لا، هذه بتروح، هذه بس طائرة وبتظهر لا هي في الكاميرا كأنها شيء يعني طائر. لكن الفيديو الأولاني هذا، أنت أعتقد هو في تسريع، لكن هو النجمة كانت بتظهر بالألوان. انت، لا بس اريد انا اقول لك هي مش نجمة، هاي مركبة كونية، هذا قصدي. أكيد هذا هو قصدي، قصدي إنها المركبة كانت بتلمع بالألوان، يعني كانت ألوان. هاي شفتها الألوان؟ ايه هو هذا نفس لما الفيديو صحيح؟ لا، بس في الفيديو الثاني هذاك كان مختفي في النجوم، هذاك فيديو ثاني في يوم ثاني. هاي شفت الألوان، اي أحمر هذه أبيض، هاي هاي مركبة كونية، يعني فيها كائنات كونية وجاي تعطينا إشارة بوجودهم، وأنت عندما تشاهديهم مش فقط تصوريهم، احنا وضحنا هذا كثيرا، مباشرة اعملي نفق ضوئي، باركيهم وقولي باسم السلام الكوني الذي يجمعني بكم أتصل بكم، وشاهدي نفق ضوئي بينك وبينهم، واصعدي لهم، لأنه هذه الكائنات تلتقط الإشارات الفكرية آنيا، هم حياتهم بالفكر يتصلون، فعندما نحن نفكر فهم تظهر عندهم بالشاشات. هذه المركبات عندما تشاهدوها يا شباب، يعني هذه رسالة لكم، لكم مش فقط تقول هذا فيديو ظهروا لي، هذا اللون الأحمر بصوا صاعد نازل، وثم ماذا صاعد نازل؟ طيب أنت ما هو دورك؟ ف لا، أنا حسيت بيهم، حسيت بتواصلهم معي، حبيت أعمل هذا الفيديو. لكن من رائع. بعد أنا بشوفهم على طول، ما بعمل فيديوهات تاني، لكن بشوف تغيرهم في الأمكنة، يعني بشوف نجمتين قريبين في خط أو مركبتين في خط متوازي، في اليوم التاني مش موجودين. بشوف وهو نجم قريبة جدا في اليوم الثاني موجودة في شكل ثاني في مكان ثاني، في يوم ما بيكون وما فيش نهائي، وفي يوم بتكون السماء كلها فيها مثل هذه تبرق كلها. فأكيد
أكيد هم بيتواصلوا، بحس بالبكاء، بحس إنهم بيتواصلوا معي لما تجيني حالة البكاء هذه. هم قالوا لي اطلعي، أنا شفتهم، حسيت كان عندي إحساس. الثاني هذاك اللي في تحت الغيمة، مختفيين في الغيمة، حتى أنا لما كنت بشوف السماء شفت إنه في شيء هناك مختفي، فلما كبرته تأكدت إنه في هذيك مركبة فضائية، وبدت الأشياء تطلع منها، فتأكدت أكثر، وصابتني حالة من البكاء والتواصل، اي وقعدت أصلي لأني حسيت فعلا إنهم كانوا يتواصلوا معي لما اميني. كان في تحت الغيوم. الله رائع جدا. اي اي هم كثيرين في السماء، يعني مش بشكل، مش واحدة أو اثنين، يعني هم كتار بشكل كثير، يعني مثل ما قلت أستاذ، كل النجوم هي مركبات فضائية. أكيد هي كل النجوم مركبات نعم، فضائية. أغلب النجوم هي مش نجوم، هذه برمجة خاطئة. هم هيك قالوا للناس نجوم، هي كلها مركبات أصلا كونية، يعني فيها كائنات. عندما نقول مركبة كونية يعني فيها كائنات، تعرفون؟ نعم، كائنات، وينظرون باتجاه الأرض، باتجاه المجرات، ويعني قياسات هاي الأمور، يعني دراساتهم الكونية أقصد. أي هكذا يعني. بس خلي نكمل تشغيل الفيديو من فضلك. لحظة. الآن صارت هذه النقطة البيضاء، صحيحة؟ أوكي. النقطة البيضاء هي المركبة الفضائية. أيضا أي هي صغرت وصعدت إلى الأعلى، إلى السماء، يعني أعلى، تمام؟ يا والفيديو الثاني هو اللي بيظهر فيه المركبة مختفية تحت الغيوم. أستاذ أنا هم أرسلت لك فيديوهات اثنين. بس اسمحي لي من فضلك، لو فقط أريد حنشاهد، أريد لو تسمحوا لي من فضلكم. هسا هذا مرة أخرى، قصدك هذا؟ هذا طيب، أنا جاني إحساس إنه في شيء متخفي هناك، في شيء موجود هناك ما بيبان، يعني انت لو شفت تقول ما في شيء، لكن لما كبرت وزوميت عليه عرفت انه في شيء هناك راح هسا هو يظهر. بس اعطيني مجال، ممكن تعطيني مجال؟ انا اريد اسال الطلاب، انتم تشاهدون شيء؟ فقط انطباع الطلاب، انا ما جاي اشاهد شيء، ما اعرف. اكو لا نقطة لسه بيضاء، بس انت تعطيني مجال، ممكن تعطيني مجال؟ ممكن من فضلك، فقط اريد اسال الطلاب، لو تسمحين لي بس دقيقة شوية، بس انتظريني من فضلك، بس دقيقة. انا اسال الطلاب، هل انتم تشاهدون شيء؟ انا اشاهد نقطة بيضاء واقفة، هل أنتم ماذا تشاهدون؟ ممكن واحد يعطيني ممكن رأيه؟ نحرك الفيديو مرة أخرى. ما هو أريد أقول لكم شيء، بالنسبة لهم هم ما عند، يعني هم ليه يختفون بالسماء؟ يعني هم ممكن إذا يريدون أن يظهروا مراكبهم فهم يظهروا مراكبهم، هذا قصدي يعني. أي يعني هو ماكو داعي بالنسبة لهم، هيك تصبح نقطة صغيرة جدا جدا، وإحنا لازم نعمل فيديو وزوم زوم حتى نشاهدهم، ليه؟ طب لا هم ما بيفكرون؟ أي
أستاذ، هو ما كانت نقطة، هو كان شيء مدور وأصفر ولونه فيه، اي يعني ما كان شيء، كان كأنه شفت الشمس لما تغرب في مكان اي وتشوف فيه شعاب تطلع، أنا اي هيك كان بيضل. وكان هذاك وقت غروب، مش كان اه مغرب، يعني هو المغرب أذن وطلع القمر وما فيش شمس، راحت الشمس ما فيش، لكن هناك كانت هذا الشيء مدور تحت المعرفة اللي ليش ما طلع، لأنه أنا اللي شفته بعيني المجردة كان شيء مدور، وهذا الشيء المدور كان أصفر كأنه مثل اها بتكبرها، بس كانت على كبير من غير إني أنا أعمل مجهود اي أكبرها، سي اي سي اي سي يور بوينت. اوكي كأن الشمس بتشرق أو تغرب وهي ما في الشمس أصلا، يعني صح المغرب أذن والقمر طلع، اي وبعدين صار أشياء تطلع من هذاك الشكل، تطلع وتطلع لفوق كأنه مركبات صح صغيرة جدا صح تطلع، ما أعرف هذا أي صح. مبنى، فيري جود. اي هذه ما مركبة. أعرف إيه. رائع ما رائع. لا أعرف ما وصفك أعرف فاهمك مبنى. فاهم. لا مو انا مع وصفك الان جاي امشي تماما مع وصفك. صح اي رائع جدا. اي وانا بس جاني احساس، لانه استحاله حد والاحساس يمكن اي يلاقي اي الدماء، ده احساس انه في شيء هناك اي بالضبط، فشفت هناك في نفس المكان في شيء مدور، وبعدين ومع هذا الاحساس يطلع منه. حاولي ايضا، اريد اقول لك حاجه من فضلك، مع الإحساس حاولي اسمعي أصواتهم ماذا يقولون لك، أيضا اسأليهم من أنتم، يعني ابدأي حاوريهم، يعني هذا قصدي، يعني ابدأي ادخلي باتصال معهم. أي طبعا. دعونا الآن نبارك هذه الظهورات رجاء لأختنا، فنبارك هذه الظهورات وهذه المركبات، هي تسمع أصواتنا الآن تعرفون، أينما تكون هذه المركبات تستلم محبة الأكوان وخير الأكوان، ونقول هذه بنتكم تتصل بكم بروحها بفكرها، ونحن نعرف أنتم معها، ونشكركم أنكم أنتم موجودين معها، فالكون يبارك عائلتك الكونية، والكون أيضا يبارك حياتك، وتعيشين حياة عظيمة ممتلئة حياتك بالفرص والنجاح الأبدي. آمين آمين آمين. شكرا أستاذ، شكرا.